لما تكلمني عن القيمة السوقية، هل دائما القيمة السوقية تعطي يعني مؤشر أو تعطي أفضلية فريق عن آخر؟ ترى أنا ممكن عندي قيمة سوقية عالية بس مو بهذه اللي أنا أحتاجها في الفريق. إي صحيح، أنا أتفق معك، لأنها في قيمة سوقية زي ما يحصل أيضا في الاتحاد، في قيم سوقية بس مش وفق احتياجات الفريق. على فكرة حتى هذا ينطبق على النصر؟ النصر ينطبق عليه النصر. النصر مشكلته من بداية الموسم أنهم لعبوا كفريق، أكلمك فنيا، ما عندهم مهاجم تقليدي يعتمدون على كريستيانو. كريستيانو لاعب عطى حر، لاعب حر، ما يصير تعطيني تحطني مهاجم والمدافع مرتاح، لاعبك الأقلى والأثمن والأفضل واللي تقيم عليه أسلوبك وطريقتك مسلم نفسه لي. ولو طلع بعد عن شو اسمه، صحيح ممكن تقول لي والله هو هداف الفريق ولا صحيح، لكن انا اكلمك كأداء كفريق متكامل. ليش مثلا لما يلعب الهلال نسبة الفوز في مباريات الهلال في الترشيحات 90% مع اي فريق يقابله؟ طبعا. ليش؟ لان فريق مكتمل عنده حتى الراس، يعني متروفيتش في اي مباراة او الثانية لازم يسجل، لكن في النصر مش موجود هذه القيمة. أبو نواف، ما عنده المهاجم التقليدي.